السلام عليكم، غنحكي لكم اليوم واحد القصه رائعه وزوينه بزاف. وقعت لي هذه شي بضع اسابيع، ما كملش الشهر، تكون شي 3 اسابيع، مع واحد سيده مجنونه. سيده عندها جنون. تذكرت واحد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تيرويه انس بن مالك رضي الله عنه، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم تاتيه المراه وفي عقلها شيء فلا يفارقها حتى يقضي حاجتها. كانت يقول انس كتجيه المراه فيها جنون و تيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتيسمع ليها وتيصبر عليها حتى تيقضي مع الحاجه ديالها. فجات انا عندي واحد السيده غتكون عندها واحد 24 25 سنه وحمقه مسكينه، جلست حدايا. انا من بعد هاد ستوري غنحط ستوريات الاخرين ديال اللي كانت معايا. فجلست حدايا و وعطيتها واحد البيمو تاكل، فكانت تاكل بواحد الشكل. انا من بعد هاد الستوري هادي غنحط اول لقاء ديالي مع ديك البنيه سميتها لطيفه، ونقول لكم شنو طرا من بعد. طرات اشياء جميله جدا جدا جدا، لهذا بغيت نبارطاجي معكم اليوم هادشي. واحد البنيه سميتها لطيفه، اليوم غنغيرو حياتها كلها ان شاء الله. لطيفه شوفي شوفي لطيفه، شوفي ها هي لطيفه. لطيفه مزيانه، شوف شوف لطيفة فينا. عندها بحال حمقى شويه مسكينه، لكن اليوم كانت خرج لها الطبيب الدواء وداكشي مازال ما دارتوش. اليوم غندير لها الدواء ونبدل لها الحوايج. شوفي لطيفة، شكون هادي؟ شكون؟ حاولت في الستوريات اللي قبل ندير الفيديوهات صغيورين باش ما يبانش الوجه ديال لطيفة، وان كنت انا ماشي اشكال نبين وجهها، لكن باش ما نسمعوش شي تشويش على هاد القصه الجميله. فملي لقيت ديك البنيه بداك الشكل قلت لرئيس الجمعيه تماك، وقلت له دابا غتهبط لاقرب فيلاج تماك وغتجيب ليها حوايج جداد. ما كانوش عندها حوايج، وكانت في رجليها تقريبا حفيانه. ف وهي كتسمع دابا لطيفه كتشوف هذا المشهد هذا. جا رئيس الجمعيه عطاته واحد البركه الفلوس، هبط مشى جاب ليها حوايج جداد. ملي جاب حوايج جداد لطيفه لبسناهم ليها، دوشنا ليها، قدينا لها امورها كلها، ولبسنا حوايج جداد مشطوا ليها دارهم. هي تجي وهي تبقى معانا، بقات معانا حتى تحط العشاء. تحط العشاء بقات معانا، ما بغاش تنوض نهائيا. وملي سالينا، فملي نعسات جاو هزوها دارهم وداوها لدارهم. مباشره لغت ليه في الفجر، غير بانت الشمس، غير بان الفجر، وهي تجي مسكينه عاوتاني عندنا. جات بقات معانا حتى كنا نتحركوا. فملي كنا نتحركوا وقعوا بزاف ديال المشاهد، منهم انها ركبت في السياره اللي كنا فيها وما بغاش تنزل نهائيا. جابوا لها امها، جاو سكان الدوار، وتيقول لي السيد تيقول لي ما عمرها ركبت في شي مع شي واحد، امها كتبغي تركبها بزز، تبغي ديال المدينه وما كتبغيش ليها. فانا غندير لي ستوري اللي رفضت فيهم انها تنزل من السياره، باش نقول لكم شنو العبره من هاد الواقعه ديال لطيفه. واحد المشهد عجيب وقع لنا دابا هو اننا خارجين من هاد الدوار هذا، وديك البنيه لطيفه ما بغاش كاع تهبط، قالت لها نمشي معاكم. قال لي ترونات بغاش تهبط لهم، قالت لهم نمشي معاهم. والله هذا ماشي عظيم عظيم، لا حول ولا قوه. زوينين نمشي معاهم، بغاش تهبط. قالت لها هي زوينه، زوين انا ما نخافش منهم، بغاش تمشي معاهم. مساء ما عمرها دات مع شي واحد هكا؟ لا 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 مشات مع شي واحد واخا يكون. سامي ترى ما كتقول لها يلا ما كتبين فيها الدار، ترى ما صدقتها في هذه. هادشي غريب والله. ما شاء الله لطيفه، يلا حتى شي مره اخرى شو عندكم؟ ها هو انما تكملي الدوري مش تحت. عافاك عافاك. لكن لم تتم لا يلا بدل القميص وكنت كل امك تبكي ولا ديك البنيه لطيفه. درنا معها كاع المحاولات كيما شفتوا، جبنا الام ديالها، مشاو جابوا لها واحد العصير عزيز عليها وجابوه لها، والو ما باش تنزل. وملي بغاو ينزلوها نزلوها وهي كتبكي وتتغوت، ونزلوها هبطت معاها بقيت معاها. ومشاو الدراري بالطوموبيل تحركوا، بقيت معاها حتى سكتات. وبعد عاد جا رجع عندي واحد صاحبي ومشينا. لكن العبره هي اللي غنقول لكم شنو نقدروا نديروا لهاد الفئه ديال. اش تدوي 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 تدو
قال لي قالك بيتي نمشي معاك انت للموندو غوا هاك 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 العصير هاك هاك برا شوف غاش طهر طهر وقفوا باش يدوزوا الاخرين ياه بلاتي طهر صافي صافي التشكيله كل من نزلوا بالقوة درنا لها شوية ديال الموسيقى وحاولنا نضحكوا معها قبل ما تنزل فندير لكم الفيديو درنا فيها شوية الموسيقى معها ومن بعد نقول لكم شنو وقع من بعد ما مشوا هادشي كله واحد الصديق ديالي تكلف بالتطبيب ديالها عطى واحد البركه الفلوس لامها على اساس امها والجمعيه المحليه يهزوها ويديوها لمراكش دوز عند الطبيب ديال الامراض النفسيه والامراض العقليه وترجع فذلك الشيء اللي كان داوها داو لطيفه السبيطار عند المصحه ديال الراس والامراض العقليه خرج ليهم الدواء لان راه هي كتشرب الدواء ديالها الدفع ديالو تم الدفع ديال الملابس الجداد عاوتاني واحد اخر ليها فهي الان ولات تشرب الدواء ديالها ولات شويه مزيان لكن اللي وقع اعظم من هذا بكثير انا نقول لكم عاوتاني طلبت من الجمعيه المحليه اننا نديروا معاهم مجموعه مشاريع في داك الطوار انا قلت للجمعيه المحليه اي مشروع بغيتو نديروه في داك الطوار سيحمل اسم لطيفه لماذا لان هاد البنيه هادي من ذوي الاحتياجات الخاصه ربما لا تقول حسوا به لكن حنا خاصنا نحسوا بها وحنا خاصنا نكونوا واقفين معاه وحنا خاصنا نكونوا في بلاصه حتى نرد الاعتبار لهاد الناس اللي ما عندهمش العقل لان بعض الاحيان هاد الناس اللي ما عندهمش العقل او المجانين كناخذوهم بحال هما ناس عاديين او يتعاملوا معاهم بالعكس يعني التراث ديالنا الاسلامي والحضاره الاسلاميه جات بمعامله خاصه لهاد الناس هذا وجات بمعامله يعني قويه وفيها واحد الانسانيه عظيمه لهذا حنايا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في الاول ديال ستوري النبي صلى الله عليه وسلم كانت تاتيه المراه وفي عقلها شيء يعني مجنونه فلا يفارقها حتى يقضي حاجتها الحمد لله اليوم لطيفه تعامل معامله خاصه في القريه ديالها تعامل كالملكه كالاميره لان هذا هو التعامل الصحيح اللي خاصنا نتعاملوا مع هاد الناس هادو انا درت هاد الستوري هادي باش نقول لكم ان اي واحد مجنون ما عندوش العقل عنده واحد الاحساس رهيب وعنده واحد العاطفه قويه وعنده واحد المشاعر غزيره جدا وخير دليل لطيفه درنا معاها ديجا صغار فمسكينه شعرت معنا بالامان وما قدرتش كاع تفارقنا واي واحد تيبان لكم العقل راه عنده واحد الاشياء جميله جدا في الصدر ديالو خاصنا نتعاملوا معاهم مزيان وخاصنا نتعاونوا معاهم مزيان وخاصنا نفكروا كمغاربه في حلول هاد الناس هادو لانهم ما عندهمش العقل وخاصنا نكون حاب العقل في الخدمه ديالهم انا نوضع الحديد النبي صلى الله عليه وسلم في ستوري جاي السلام عليكم.